هناك من يقول العذر بالجهل منا يسوغ فيه الخلاف، فهل هذا صحيح؟ وهل هذا القول موافق لأهل السنة والجماعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أدري ما معنى أو ما مقصود قوله العذر بالجهل يسوغ فيه الاجتهاد. العذر بالجهل جاء به الشرع، ما في اجتهاد، جاء به الشرع، فالذي لم يبلغه شيء من الدين لانعزاله عن الاتصال بالعالم هذا يعذر بالجهل. أما الآن الحمد لله وسائل البث ووسائل النقل تبلغ الأقصى والأدنى، ولا يبقى مكان لا يبلغه صوت النقل والبث، فالحمد لله، هذا من إقامة الحجة على العباد. نعم.